فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعمل مشرفا على عمال ويشترون بعض المشروبات ويعطونني منها، فهل يجوز لي أن أقبل منهم هذه الأمور؟ إذا كنت مسؤولا عنهم وتديرهم فلا تأخذ منهم شيئا، لا تقبل منهم، هذه رشوة، يعطونك علشان أنك تساهل معهم وأنك تساعدهم وما أشبه ذلك. أما إذا كنت ما أنت مسؤول عنهم لا مانع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.